السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة الخير جايين في موضوع الناس كلها بتكلمنا عنه، وأنا بصراحة كنت منتظر يعني للوقت لما يجي، يعني لأن طبعا في يعني بتبقى حاجات بتطرق علينا وإحنا شغالين في تربية السمان، وبنلاقي يعني إيه في أولويات في الرد. يعني فأنا آسف للناس اللي أنا اتأخرت عليها في الرد. طبعا يا جماعه طالما احنا صورنا الكابتن دوتي الديك الروم بتاعنا، فلازم نقول اللي احنا عملناه معاه. طبعا يا جماعه الخير احنا بدانا باول يوم يعني استقبال معاه، فالكابتن بطل ياكل عشان قاعد لوحده، وزي ما انتم شايفين انا نزلت له شويه سمان علشان يونسه. طبعا ده علشان ايه؟ نوقف شويه من الكوارث اللي هو عمال يعملها لنا والحاجات اللي عمال يحضرها لنا في دماغه طول ما هو قاعد. فطبعا هو تاني يوم على طول كان اتكسح وعمل نفسه انه ما بيقدرش يقوم يقف. فرحت للصيدلاني زي ما انا قلت، او للناس اللي متابعاني، فجاب لي الراجل بتاع الصيدلاني البيطري حقنه 3 سنتي فيها وحاجه. والله انا ما يعني للاسف انا ما سالتهوش عليها، ان شاء الله اساله عليها اسمها ايه، بس ما بروح له بقى. قال لي اديله منه سنتي في عضلي او عضل او تحت الجلد لمده 3 ايام، والحمد لله من اول يوم اديت له الحقنه قام، يعني اديت له الحقنه الصبح، فعلى طول على العصر كده باذن الله قام وقف. طيب زي الفل كده، زي الفل. الكابتن مش عايز ياكل، طب نعمل لي الكابتن ايه؟ قعدت ازقه لما طلع عيني معاه، كل يوم أأكله. طبعا دخلت على النت علشان أشوف موضوعه إيه ده، الموضوع بتاعه، فوجئت لقيته هو طبعا لو هو زي ما بيقولوا يعني إن هو مدوء من الأحجام التقيلة، فالمفروض ياكل 100 جرام علف في خلال اليوم. فأنا بقيت أقسم 100 جرام ده على مرتين، مرة في الفطار ومرة في الغدا. طبعا تزقيق بقى، ومقولكوش بقى يعني كنا بنلعب بواني مع بعض عشان خاطر المعلم يفتح بقه ويرضى إن أنا أزقه. طيب عدت الايام، عدت الايام، ف ايه اللي حصل كمان؟ إيه وسالت، قلت اما اسال كده، اني سالت ناس الراجل اللي انا كنت شاريه منه، قال لي هات له فتح شهيه. فالمهم انا رحت اجيب الفتح الشهيه، فالراجل قال لي طيب ماشي خد البرشام ده اهو، شايفين البرشام ده اسمه يا جماعه اموكسيلين، تمام، اموكسيلين 500 فيت. الاموكسيلين ده يا جماعه الراجل قال لي عليه ان هو كويس جدا اهو، الضوء مش مبين الدنيا معاكم، فهو اموكسيلين يعني. المهم قال لي هو ان شاء الله ده وانا فاتح شهيه، ولو في حاجه في معدته ولا حاجه ايه الدنيا هتبقى زي الفل وهيبقى كويس يعني، وايه والدنيا هتمشي تمام. طيب نتكلم بقى على الموضوع الرئيسي يا جماعة اللي احنا اصلا بنعمل بسببه الفيديو ده. الموضوع كله ببساطة يا جماعة الخير، ايه الاحسن ان انا جاي لي سؤال كده، الاحسن ان احنا نربي على الارض ولا في بوكسات؟ فقال لي لو سمحت يا فكرة اعمل لي مقارنة بين التربية الارضية والبوكسات. طبعا يا جماعة الخير علشان نبقى واضحين مع بعض، لو حضرتك عندك مكان تنفع تربي فيه، يعني ده مثلا يا جماعة اللي انتوا شايفينه ده متر في متر، والله ما اكتر من كده تمام، وممكن يعني المكان ده هو يتسع، يعني ده انا حاطط فيه كام دلوقتي ام، انا حاطط فيه 5 امهات اهمتي زي ما انتم شايفين هم قاعدين بيلعبوا، مش باينين في النص متر، حتى بقيت المتر انا سايبه يعني من غير حاجه. يعني المكان المتر الواحد يا جماعة ممكن يكفي لخمسين أم، مش هيقول لك لأ تمام. بس في مشكلة عندنا هنا يا جماعة، مشكلة ايه؟ انت حضراتكم علشان تربي أرضي فلازم يا جماعة تجيبوا النشارة أو أي مادة من المواد اللي هي الفرشة اللي ممكن تتعمل الحيوانات، زي قش الرز أو التبن بتاع اللي هو برضو قش الغلة تمام. وطبعا انا افضل النشاره، لان النشاره دي يا جماعه بتبقى يعني بتستحمل شويه معانا، وبتقدر ان هي عندها استطاعه كبيره جدا ان هي تمص الميه وتفضل جافه، يعني ايه ماسكه نفسها تمام.
طبعا المشاكل يا جماعة اللي انت ممكن تقابلها في تربية السمان على الارض، اولا السمان ده من النوع اللي هو ايه، اللي هو اللي بيحب يلم ياكل اي حاجة. يعني مثلا انا مش عايز اقول يعني اعزكم الله، ممكن اي فضلات اي حاجة على الارض يستطعمها وتعجبه يروح اكلها، فحاجة مقرفة يعني. تمام، مقرفة. هي فصلته كده، هي خصلته كده يا جماعة. ما نقولش هو قرف ولا حاجة، ولكن أنا بالنسبة لي كمربي في المنزل ما عنديش استعداد إن أنا أسمع لك يعني أشوف الكلام ده بعيني وآكل البيض بقى من وراه، والكلام ده يبقى حاجة مقرفة يعني. تمام. ثانيا أو تالت حاجة ممكن تقابلنا مشكلة، إن أنت حضراتكم لو الإنتاج، لو السمان بتاعكم بيبيض، فطبعا هو ممكن يكون زي ما انتم شايفين يعني في بيضه هنا في الزخنق اهي، يا رب هتشوفوها ولا مش هتشوفوها. المهم هي السمنه قاعده هناك اهي في الزخنق، عمالين ايه تقريبا ان هم عايزين بيخننهم، فانا هشوف التجربه دي فعلا هتمشي ولا لا، هم عايزين يبيضهم ولا عايزين يرقدهم، فانا ماليش عارف بصراحه النظام معاهم ايه. هم بيضين بيضه جوه اهي، وكل شويه واحده تخش زي ما انتم شايفين كده ايه، تبص عليها وتخرج. شايفين كل واحده تخش تبص عليها وتخرج، فمش عارف ايه معنى الكلام ده، عايزين يرقدهم ولا عايزين يعملوا ايه، ولا معجبين من المكان. المهم فممكن وحضراتكم وانتم ماشيين، طبعا مش كل السمان بيبيض في مكان واحد، فممكن وانتم ماشيين في قلب النشارة كده وعشان تلموا البيض الصبح يقوم تدوس لك على 3 4 بيضات وانت ماشي تكسر، فدي مشكلة من مشاكل بتاعة طيب تعال بقى انت، علشان ان شاء الله ان انت حضرتك تيجي النهاردة تنظف بدك النشارة اللي انت حاططها دي كلها، تجمعها كلها وترميها وتجيب نشارة جديدة تانية وتحطها، لأن ما ينفعش يا جماعة تربي أي طائر على الأرض بدون فرشة. لو أنت عايز الإنتاج بتاعك يبقى كويس يعني ودي تبقى زي الفل، لكن هتحطه بقى كده وتقول يعني سيبها وخلاص فهو خلاص بقى ماليش بقى إيه، يبقى يا ريت أنت تذبحهم أحسن لك وتوفر عذابك وإيه وتعب قلبك معاهم. في إيه كمان؟ طبعا سهل زي ما انتم شايفين بالنسبه للميه ان تتعكي بسرعه يا جماعه الخير، ماشي. ليه؟ لان هم طبعا من خواصهم ان هم بيحبوا ينكشوا في الارض. تمام، فطبعا التنكيش ده بقى هو ما بيبصش ورا ظهره، هو عمال يرمي برجليه، بيجي في الاكل يجي في الميه يجي في زي ما يجي، هو ما عندوش اي مشكله، هو المهم ايه يلعب رجليه اهو زي ما انتم شايفين ان هي عماله تعمل ازاي، كل ما تقف وقفه في اي مكان تنبش برجلها في قلب الارض، هي خصالهم كده يا جماعه سبحان الله العظيم. فطبعا ممكن تؤدي معاك لتلوثات، لان طبعا مع اللي هي النشاره دي يعني طبعا اكيد في فضلات، فالفضلات دي هتيجي على الاكل وهتيجي على الميه فيعمل تلوثات فيخش معاك في دائره بقى ايه الامراض وهلم جرى. تمام، فدي رابع مشكله ان ممكن تقابلك في تربيه الارضيه، ان يحصل معاك مشاكل بسبب ايه التلوثات بسبب الامراض يعني يؤدي الامراض. تمام، طيب ايه تاني بقى؟ بتقال هم دول بس. بالنسبه بقى للحياه كويسه الارضيه، بتخلي لو انت عندك الارض بتاعتك كويسه ونضيفه باستمرار. بس يا ابني بتتكلم عايز ايه؟ والله عايزين ياكلوا. طيب احط لكم اكلهم. طبعا انا حاطط الاشبال بتاعي هم اللي كانوا طالعين عندي اللي هم المولدين، فهم قاعدين متضايقين جدا عايزيني اكلهم. طبعا زي ما انتوا عارفين شوفها هي طايرين عليا ازاي، انت فين يا عم من زمان، انا موجود اهو يا جدعان معاك. طبعا انا مقفل لهم الايه البوكس من تحت كده يا جماعه زي ما انتوا عارفين، لان البوكس ده اصلا زي ما انتوا قايل لكم قبل كده ان البوكس ده بوكس اصلا حمام ماهوش للسمان، فدي اصلا حلقاته واسعه يعني الفتحات بتاعته، حتى انا شايفين عاملين هنا بسراند اهو، وعامل هنا بسراند وعامل فتحات صغيره زي ما انتوا شايفين كده عشان المسقه للكبار حتى. تمام، لان ايه بيقوم يخرجوا منه، وكان والله بيقع بيروح مني بسبب ويموتوا، لان بيقعوا ما اخدش بالي منهم ويروحوا ايه، وما عدتش اخد بالي منهم يروحوا ميتين من الجوع بقى. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين احنا بنحط له الوقت زي ما انتم شايفين اهو دلوقتي، بادي نامي انا بحط له منه الوقت مطحون، هو بادي وايه وحاطط له منام على ملخبط على بعضه يعني بصراحه، علشان عايزهم يتعودوا بقى ياكلوا، لان ايه هم بصراحه زهقوني. وانا بصراحه بزهق بسرعه من العيال ديتي طول ما هم صغيرين بيفلسوني، بسبب بقى ايه متطلباتهم وعايزين اطحن لهم وعايزين ايه حاجات معينه كده ايه في الاول،
لكن بعد ما بيكبروا بيبقوا حلوين كده وشطار، فبتدي الدنيا زي الفل وقوي حلوين. طيب انا كده حطيت لهم شويه اكل، هم اللي بقى ياكلوا. عم ايه، عم نشوف موضوع نتكلم شويه عن ايه، عن البوكسات بقى. بالنسبه للبوكسات طبعا يا جماعه الخير، البوكسات زي ما انتم شايفين كده بكل بساطه، انت حضرتك بتحط الميه فوق هنا ماشي، والميه بتنزل بتتوزع على السقايات زي ما انتم شايفين، سهل جدا ان احنا نغسلها وننضفها، هي خارجيه بره اهي. من الصعب ان اي يحصل لها تلوثات، لان هي تعتبر خارج البوكس خالص يا جماعه، زي ما انتم شايفين شوف البوكس فين وهي فين، هي تعتبر خارج البوكس خالص اهي تمام. طبعا بالنسبه للفضلات زي ما انتم شايفين بتتجمع في قلب اللي هو الرف يا جماعه، اللي هو التحتاني ده. بكل بساطه بكل بساطه بنعملها بالجاروف، بنقشطها بالجاروف في قلب ايه كيس، والدنيا تبقى زي الفل. في خلال 10 دقايق بننظف المكان. هما طبعا زي ما انتم شايفين المكان هنا بيبقى دايما نضيف تحت رجليهم، بعيد عن التلوثات نهائي. اي فضلات بتبقى تحت في الايه، في الرف التحتاني زي ما انتم شايفين كده، وهم واقفين في حته نظيفه مفيش فيها اي تلوثات، الميه نظيفه، الاكل طبعا زي ما انتم شايفين اهو، بنحط لهم الاكل من بره خارجي كده، ونحط لهم الاكل مفيش برضو اي تلوثات ممكن تجي له، مستحيل تمام. بالنسبه للبيض زي ما انتم شايفين يا جماعه كده، البيض بيجي على جنب ماشي. وبالنسبه للبوكسات بتاعه السمان المخصصه بيبقى لها مخرج كده من تحتهم، وهي بتبقى بميل شويه بشرط ان البضايه تخرج لك بره خالص، بتاخدها انت حضرتك من بره من هنا كده، في هنا بيبقى رف تمام، الرف ده انت بتاخد منه كده على طول وهي قدامك، لان كده كده. لكن انا بالنسبه لي لازم افتح الايه البوكس واجيبها من ايه من جوه تمام. طبعا برضو بالنسبه لحضرتكم لما انتوا تكونوا عايزين تربوا السمان علشان تاخدوا منه بيض وترقدهم، فبيبقى بيض السمان اللي محطوط في اقفاص يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده، بيبقى بعيد خالص عن اي تلوثات، بعيد عن اي فضلات ان يسبب للجنين اي تلوثات تاثر على الجنين تمام. طيب طبعا الاكل والشرب زي ما احنا قلنا نضيف، ما بتحتاجلوش نشاره ان انت تشكله. طبعا النشاره يا جماعه النهارده معلش شكرت النشاره الصغيره ب 20 جنيه طبعا، معلش انا مش هروح اجيب نشاره واروح اجيب اكل، كفايه عليا قوي ان انا اجيب الاكل لهم تمام. طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله، هو انا عندي الامهات النهارده داخلين في سن مثلا 3 شهور ونص او 4 شهور، والحمد لله كويسين جدا، ما فيش اي حاجه، ما فيش. طبعا احنا ظبطنا الاكل معاهم وحطينا لهم الاكل بتاعهم على مدار اللي هي العمر الاولاني، زي ما احنا قلنا بنحط بادي، بندي لهم بادي اللي هو 23% لغايه 15 يوم، وبعد ال 15 يوم طبعا مطحون بودره يا جماعه زي ما انتم طبعا. دي انا بدات الخبط لانه زي ما انتم شايفين هم كبروا، انا بديهوله مطحون خالص بودره زي ده كده مثلا ماشي. البودره دي يا جماعه الخير انا بحطها تمام اهي، قلت اهي طبعا دي انا ملخبط عليه، محطط عليه بادي نامي مع ايه، مع بادي اللي هو 23% على 21%. طب انتوا هتسالوني ليه؟ اقول لكم علشان خاطر ابدا اعودهم ان هم، وديت لهم خشنه شويه اهي، لان قلت لهم اللي هي ايه الناعمه شويه تعتبر خشنه بالنسبه للبودره دي، بحط لهم منها عشان خاطر ايه يتعودوا بقى ايه عليها. يفضل ياكلوا منها قد ايه يا جماعه؟ ياخدوا يفضل ياكلوا من البادي نامي على النامي متلخبط لغايه 30 يوم. بعد ال 30 يوم تبدا تديله الايه البادي نامي اللي هو ال 21% باستمرار لغايه لما تذبحه، ما عدتش تغير عليه اي حاجه. طبعا في ناس كتير هيقولوا لنا ايه يا جماعه، عم الحاج اعمل لنا اكلهم بتاع بياض، اكل بياض اللي هو 16 او 18%. طبعا يا جماعه معلش انا اسف، انا ما اقدرش اروح اجيب شكاره علف 25 كيلو ماشي واحطها عندي اكل منها 8 سمانات، يبقى حرام عليا. وانا مش حاسس ان انا يعني ال 21 من 18 هو فرق برضو كبير، بس انا محتاج ان انا لما اجي اذبح، لان انا ممكن اذبح الامهات الكبار دول في اي لحظه ماشي، فانا
انا اصلا على الـ21 في المية اللي مديهم البدل، انما يا جماعة معلش وزن الام 300 جرام، فتخيلوا بقى لو انا اديتها 16% او 18%، الام دي هتبقى ايه؟ هتبقى ولا 200 جرام، لان معلش ده انت بتبيض ماشي، و يعني محتاجة غذاء. يعني انا بتهيألي يعني والله اعلم برضه، انا ما بقدرش اجزم، لان برضه انا مش ايه يعني ما درستش موضوع الاكل دوني كويس جدا، بس انا شايفه من تجربتي. انا حاطط 21% ويدوبك الام عامله 350 جرام او 300 جرام، فكفايه علي ما اقدرش ان انا ده اقل من كده، وانا مش مقصر معايا في حاجه يعني، الحمد لله الامهات في منتهى الجمال. ادي لهم انا 21%، ادي لهم 18% ليه بقى؟ فالمهم كده يا جماعه الخير، يبقى احنا قلنا موضوع الحاجات الكويسه والحاجات الوحشه بالنسبه للتربيه الارضي والتربيه اللي في بوكسات، تمام؟ بالنسبه للنظافه بقى، واللي هم قاعدين كويسين ومرتاحين، بس هم طبعا بيحبوا ينكشهم الايه يعني الحياه بتاعتهم اللي هي متعودين عليها التنكيش. فانتوا لو حبيتوا بقى يعني عايزين تبرهم شويه، خليهم ينزلوا ايه يتمتعوا شويه وطلعوهم زي ما انا بعمل كده، وهو يعني يدعوا للديك الرومي. انا لولا ان هو عايز حد يقعد معاه ما كنتش نزلتهم ابدا والله. وكده يا جماعه الخير، يبقى وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش من دعاكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احبكم في الله.